النهارده هنتكلم عن التحكيم وسيله لتسويه منازعات الاستثمار، ودي مقدمه لمعهد المحاماه النقابه العامه للمحامين 5 يناير في اتحاد عمال مصر. انا شعبان علم الدين، دكتور في القانون الدولي، محاضر في التنميه القانونيه. كنت اتمنى ان انا اتعرف على شخص فيكم، بس طبعا الوقت والمتاح لينا لن يكفي لي التعارف عليكم جميعا، بس شرف لي ان اتعرف، ووسائل التواصل هتبقى موجوده نتواصل مع بعض. اعرفك على نفسي سريعا الحمد لله مش عشان انا كنت مليان في الصوره دي فخدت وقت. يعني انا معايا دكتوراه في القانون الدولي وباحث دكتوراه في قانون المرافعات، معايا 9 ماجستير في القانون ابرزهم التجاره والاستثمار، التحكيم عين شمس 2014 اكاديمي الاول على الدفعه، 10 دراسات مهنيه متخصصه واخرهم اداره الاعمال في افريقيا الاول على 23 دوله افريقيه، عندي مناصب على مستوى 14 دوله على مستوى العالم، عضو في اكثر من منظمه، عندي 6 مؤلفات كتب، وعندي الباقي ابحاث محوكمه منشوره اكاديميا، واخرهم فقد الهويه، اللجوء وفقد الهويه الوطنيه. ما زلت بتدرب زي ما انا ادرب وادرس، واخر برنامج حصلت عليه برامج الجرائم الاقتصاديه على ايد استاذنا دكتور فتحي سرور ربنا يديله الصحه. المشاركات العربيه والاقليميه 66 مشاركه، والتكريمات 65 تكريم على المستوى الدولي، وشرف لي ان انا اكون موجود معاكم هنا. وانا يعني نقابه المحامين من اكثر الاماكن اللي ليها معزه على قلبي للوقوف امام المحامين، لان دي اكثر فئه مشاغبه، يعني اكثر فئه تاخد منها اسئله، واكثر منها فئه بتحاول تفخخ المحاضر اللي واقف وتتصيد له هي فئه المحامين، وهي اكثر فئه بتديك مناعه ان انت على كم الاسئله وكم الاجابات وما يمكن ان انت تطرحوه ويخليه مجال بحث ليا، فعلا بيضيف لي، وده اللي انا عايزه في نهايه الجلسه ان انتوا تضيفوا لي زي ما انا اتمنى ان انا هضيف لكم. وبتاع ده لازم اقرب له ولا. طيب هنتكلم النهارده عن التحكيم وسيله لتسويه منازعات. انا سمعت ان كان في اكتر من محاضره عن هذا الموضوع، بصراحه انا ما كانش نفسي يبقى كده ان احنا نتكلم في حاجه مختلفه، بس اللي كان في تواصل مع المعهد ان احنا نتكلم برضو عن التحكيم، فاتمنى على اللي انت درسته يكون في اضافه في هذا الموضوع. بما ان احنا اول محاضره في 2019 في يناير 2019، فاتمنى تكون لها الاضافه الكبيره بالنسبه لكم فيما سوف نتحدث عنه. الهدف العام من الجلسه بتاعتنا اللي هي على مدار الساعه ان احنا نتعرف على التحكيم كوسيله لتسويه المنازعات. طبعا اعذرونا في جوده العرض ان ده مشكله في البروجيكتور. يعني الاهداف اللي هنتوصل اليها ان شاء الله في نهايه الجلسه ان احنا نتعرف ماشي بالنسبة للمحكم. المحكم زيه زي أي مهنة زي المحاماة، ده عمل آخر مجاور لأعمال المحاماة، هي جزء من أعمال المحاماة في نطاق معين إن أنت تترافع أمام هيئات التحكيم، وعندنا قانون المحاماة بيشترط في الترافع أمام هيئة التحكيم إنه يكون محامي عشان يقدر يمارس هذا العمل في الترافع أمام هيئة التحكيم. لكن إحنا هنتناولها من الشق الآخر إن أنت تنظر في النزاعات وتفصل فيها كمحكم، وده اللي انا بنادي بيه في اي دوله، ان في مجال التحكيم احنا عايزين التخصصات، عايزين الخبرات في القطاعات المختلفه، لكن ما نقدرش نستغنى عن القانوني. القانوني هو اللي هيقدر يدير جلسه، هو اللي هيبقى عارف الاجراءات، هو اللي عارف القوانين، هو اللي هياخد الخبرات اللي عند منصه التحكيم ويبلورها ويحولها لشكل قانوني يصدر في صيغه حكم واجراءات يقدر ياخدها. فالقطاعات او الجهات طبعا كل واحد بيحاول ياخد المصلحه ليه، فالتخصصات المختلفه اللي يقول لك لا التحكيم احنا عملنا تحكيم عشان مش عايزين بتوع القانون، احنا عايزين متخصصين عندهم خبره، ده حقيقي، بس مش هتقدر تستغنى عن القانوني الا اذا كنت انت بجوار تخصصك ده دارس القانون، وده اللي بنتمناه. ان يتعرف المشارك على ادوات المحكم، ان يعدد المشارك انواع التحكيم وتقييماته، ويعني اتمنى ان النهارده اضيف لكم انواع جديده من التحكيم ممكن تكونوا ما سمعتوش عنها قبل كده. اخر حاجه ان احنا نقيم مجموعه من القواعد والاجراءات المتبعه في الجلسات التحكيميه. اتمنى الوقت يسعفني. اول حاجه، ايه هي ادوات المحكم اللي بيقدر يستخدمها في قطاع عمله في مجال التحكيم، وبعد كده التحكيم وانواعه، واخر حاجه قواعد التحكيم واجراءات التحكيم. طب اول حاجه فيما يتعلق بادوات المحكم الخاصه، ودي الله يرحمه يعني ترحم عليه جميعا استاذنا الدكتور رضا السيد، استاذ قانون التجاري بحقوق عين شمس، يعني كانت مقولته الشهيره الله يرحمه، توفى العام الماضي، في هذه الجزئيه يقول لك ان المحكم زيه زي الطبيب، زيه زي المهندس، زيه زي المحامي، معاه مجموعه من ادوات المحامي، ادواته المكتبه القانونيه، وقود القانون بيشتغل عليه عشان يقدر يطلع الدفوع ويقدر يبني مذكره ويقدر يعمل دفاع قوي.
الطبيب، الادوات اللي بيستخدمها، المهندس، اللوحه والمسطره. طب بالنسبه للمحكم، لازم تبقى معاه مجموعه من الادوات عشان يقدر يشتغل بيها، مش مجرد بس ان هو عنده درايه بالقانون. ما زال لهذه اللحظه كثير ان في بعض توجهات لكليات الحقوق بتدرس بعض تدرس يعني جزء بسيط عن التحكيم، يعني اللي درسه في سنه رابعه في القانون الدولي الخاص كده، وفي الاخر الاول كان التوجه ان هو كان بيلغيه، لكن اتمنى ان يكون بقى ليه تواجد في مجال الدراسه في الكليه. طب ايه الادوات اللي انا محتاجها للعمل في هذا القطاع الواعد بالنسبه لمصر وكثير من الدول العربيه؟ مجموعه من التشريعات. لازم حضرتك مبدئيا تكون على درايه بالتشريعات اللي بتنظم هذا العمل، وعايز اقول لكم متطوره وحديثه جدا جدا، ويعني لن يتخطى عام الا لما تلاقي دوله واثنين وثلاثه بتعمل تحديثات، ودول ما عندهاش تشريعات بتسعى الى وضع هذه التشريعات. فعشان حضرتك تعمل في هذا المجال لازم تكون على اطلاع بهذه التشريعات. احدث التشريعات عندنا القانون الاماراتي 5/2018، ده صدر العام الماضي، كان بقى له 4 سنين. الامارات من 2014 بيقولوا احنا هنعمل قانون تحكيم. طب الامارات اللي سريعه في كل حاجه قعدت 4 سنين تعمل قانون تحكيم، عشان لما تطلع قانون للتحكيم يبقى فعلا متلافي كثير من العيوب والمعوقات اللي موجوده في التشريعات الاخرى، واتمنى ان احنا يعني ناخد منه ونعدل في تشريعنا المصري. قانون التحكيم الاردني كان في 2001، بس جم في 2018 هم عملوا تعديل، بس التعديل ده تقريبا اكتر من 80% من القانون، فانا شايفه هو قانون جديد، وعمل تعديلات جوهرية، والتعديل ده كان برضك في 5/2018، ده كده فيما يتعلق بأحدث تشريعين في مجال التحكيم حتى هذه اللحظة. أنا بتكلم على المستوى العربي. قانون التحكيم القطري صدر في فبراير 2017، قانون التحكيم السوداني 2016، كان اللي قبليه 2005 وكان كويس، جم في 2016 لقيتهم عملوا إلغاء القانون السابق وعملوا تشريع جديد. يعني القانون ده كان ليه موقف معايا، كان عندي برنامج مع وزارة العدل السودانية وبشرح لهم قانون 2005، فأول يوم في البرنامج لقيت المستشارين الموجودين كلهم من الوزارة قالوا لي القانون ده اتلغى. قلت لهم طب أنا ما عنديش علم، أنا ما أعرفش غير القانون بتاع 2005. حاولت أوصل للقانون ده، ما عرفش أوصل له. يعني السودان يعني برضك من الدول في الجانب التقني، مش يعني نتمنى كلنا نتقدم في هذه الجزئية. هم بعتوا لي القانون وبدأنا نشتغل عليه وشفنا التطورات اللي فيه. قانون التحكيم البحريني 2015 السابق كان في بداية التسعينات، أنا مش متذكر السنة بالظبط، 94 أو 95 يعني، كان مقارب لينا، بس جم في 2015 ولغوا القانون ده وعملوا قانون جديد، وهو في شهر 9/2015. وللأسف القانون ده يعني أنا عرضته هناك ليه معوقات كتير، لأنه تبنى قواعد نموذجية هنتكلم عليها زي ما هي دون أن يضع تفصيلات. نظام التحكيم السعودي في 2012 ده تم وضعه، كان بعد ما يتجاوز 30 سنة، كان عندهم قانون وبعديها 30 سنة في 2012 عملوا نظام جديد للتحكيم السعودي، وحط شرط مش موجود في ولا تشريع عربي وهتكلم عنه لما أجي أشير إلى بعض التشريعات. العماني عنده قانون 97 وعدله في 2007، الكويتي مازال ما عندوش قانون خاص بالتحكيم، وده اللي بنادي بيه ان يكون لدوله الكويت تشريع خاص بالتحكيم. التونسي، انا كنت بتكلم عن تونس 93، اللبناني ما عندوش قانون مستقل، لكن هو جزء من باب المرافعات او قانون مرافعات زي ما كان عندنا في مصر قبل ما يتعمل لنا قانون. قانون التحكيم الليبي وشغالين عليه دلوقتي واتمنى انه يصدر قريبا. الفلسطيني كان في 2000، دي بعض التشريعات العربيه. طب بالنسبه دولتنا الحبيبة، ايه التشريعات اللي ممكن ليها علاقة بالتحكيم؟ على رأسهم احنا شاطرين، عملنا قانون في 94 و 27 ل 94، وعملنا تعديل تاني قانون 9 ل 97، مستعلوم. ده بالنسبة للقانون اللي بينظم اجراءات التحكيم المصري واللي ممكن تكون سمعت عنه. طب في بقى تشريعات تانية تضيف لنا في هذا القطاع، ده بقى اللي احنا عايزين نشتغل عليه. قانون الاستثمار عمل مركز اسمه مركز المصري للوساطة والتحكيم، مفروض يبقى تابع لوزارة الاستثمار، شغال على إنشاؤه، هو ده قطاع جديد أنا أقدر استثمر فيه في مجال عملي. قانون الرياضة زي ما أشار إليه الدكتور مصطفى واللي هنشتغل عليه، ده بقى ثورة في مجال التحكيم في المنازعات الرياضية، خرج القضاء بره اللعبة ورماها في ملعبنا احنا. فاحنا كرجال قانون احنا اولى بيها دي، احنا اولى بالتورته دي كلها نقدر نتلافاها، وان احنا فعلا نبدا نشتغل عليها، والشغل فيها كتير جدا، بس قبل الشغل محتاج دراسة، ادرس وتعلم واعرف الخطوات وعلى أساسها ابدأ اشتغل، والنقابة إن شاء الله توفر لنا هذا القطاع. فمش عندنا بس قانون 27، لا ده احنا عندنا قانون الاستثمار برضك تحدث عن التحكيم وليه
قطاع كبير، وقانون الرياضه ده بقى دي لائحه وليه مركز موجود في استاد القاهره، يعني في حاجات كتير هنتكلم عليها تفصيليا لما نتكلم عن الموضوع ده. فده من التشريعات اللي اتمنى تكون حضراتكم على اطلاع ليها. طب ده بالنسبه للتشريعات العربيه والمصريه. طب في حاجه ثانيه، في الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه واللي لازم نكون على اطلاع بيها. كتير من الاساتذه يقول لي القضاء، اما اجي اقول له ده في اتفاقيه دوليه في قانون العمل او في اتفاقيه العمل الدوليه بتقول كذا، ما بياخدش بيها. انا معاك ان في بعض التجاوز عن فكره الالتزام بالاعتراف بالاتفاقيات، ولكن ما دام زي ما درسنا في القانون الدولي الدوله معترفه بهذه الاتفاقيه ومصدقه عليها، يجب تشريعات الدوله الداخليه انها تتماشى مع هذه الاتفاقيه، وكافه السلطات داخل الدوله تلتزم بهذه الاتفاقيه. ولو في تعارض لازم السلطه المسؤوله وهي التشريعيه تقوم بتعديلات في تشريعتها تتماشى مع الاتفاقيه. فالاتفاقيه هي الاساس. طبعا عندنا شرط ما تكونش بتخالف الدستور، لان الدستور هو الاساس داخل الدوله. طب فيما يتعلق بالتشريعات الدوليه والمعاهدات الدوليه المهمه ليا في هذا المجال، اول حاجه بدايه فكره ان نحن نعمل وسيله لتسويه المنازعات في مجال العقود الدوليه بخلاف القضاء الوطني بدات من 1976 لما كان بيعملوا قانون نموذجي او نموذج لقانون الاستثمار. في لجنه اسمها لجنه القانون التجاري الدولي بالامم المتحده، دي شغلتها اساتذه من فقهاء القانون في مختلف المدارس القانونيه المختلفه الاسلاميه والانجليزيه والانجلو امريكيه والمتعدده، بيجتمعوا مع بعض وعايزين نعمل مجموعه من القواعد الاسترشاديه، بحيث اي دوله عايزه تعمل تشريع جديد في الموضوع ده تاخد من القواعد دي وتبدا تبني عليها، عشان الى حد ما تبقى التشريعات على كل الدول متقاربه. ما اقدرش اقول واحده، لان كل دوله لها عاداتها ولها تقاليدها وليها اسلوب معين في صياغه التشريعات، تختلف البيئه من دوله لدوله، فمش هينفع نقول ان الدول كلها يبقى عندها نفس التشريع بنفس الكافيه. بس لما نعمل قانون نموذج، وجامعه الدول العربيه بتشتغل على هذه الفكره برضو، ومركز بتاعهم في لبنان، بنعمل نموذج استرشادي. انت كدوله عايز تعمل قانون في التحكيم، خد النموذج ده اطلع عليه، واللي يتماشى مع ادواتك التشريعيه وطرق الطعن والاجراءات عندك في الدوله خد منها ووضع هذه القواعد. فجم في 76 عملوا قانون للاستثمار نموذج، وقالوا عايزين نخلق وسيله وبدات تبقى موجوده لتسويه منازعات الاستثمار بخلاف القضاء الوطني، لان كتير من الدول المستثمرين ما بيردوش يروحوا للقضاء الوطني لبطء التقاضي والاسباب كتير جدا. فلازم نعمل قانون، فعكفوا على وضع هذا القانون وعملوا قانون في سنه 1985، وهي قواعد اليونيسترال الخاصه بالقانون النموذج للتحكيم الدولي، واللي على الدول ان هي ما تيجي تعمل تشريعاتها تاخد بيها. دي المشكله اللي وقعت فيها البحرين، مملكه البحرين في 2015. الله يبارك لهم، هناك عملوا ايه؟ لغوا القانون اللي كان حلو وراحوا جايبين القواعد بتاعه اليونيسترال زي ما هي كده، زي ما هي كده. يعني هو حاطط لك ثلاث وسائل طعن، هو حاطط ثلاث وسائل طعن، طب يعني تاخد واحده تمشي عندك يعني. راح واخد نفس القواعد زي ما هي حاططها بتعديلاتها في 2006. ايه فكره التعديل؟ القانون ده سنويا في شهر 11، دي فكره التطور بقى في مجال التشريعات، اللجنه دي كل سنه في شهر 11 تجتمع. بالنسبه لقانون التحكيم ده، ايه التطورات اللي حصلت في مجال الاستثمار والتجاره الدوليه؟ حصل كذا وكذا، طب ما احنا نعدل في التشريع عشان يتماشى مع هذه التطورات. فسنويا في شهر 11 بيتم تعديل هذه القواعد، وعلى الدول. احنا ده انت جبت من الاخر كده؟ طب هنوصل لها. هنتكلم. احنا لسه ما خلصناش، احنا معانا ساعه، اسمعي الساعه وبعد كده اللي مش هجاوب على اي تساؤل يزوف في ذهنه خلال العرض ده هندي 10 دقائق في الاخر، بس استاذن كل عنده سؤال يبقى عشان العدد كبير كتابه. ممكن نكتب السؤال في ورقه ونقدمه للمنصه الكريمه، بحيث ان احنا نقدر نجاوب على اكبر قدر من التساؤلات وفي نفس الوقت نفيد الموجودين. فجم عملوا هذه القواعد في 1985 وليها تعديلات سنويه، اتمنى ان انتم تكونوا على اطلاع عليها بيها، وهي بتنزل ثلاث لغات، عربيه وانجليزيه والفرنسيه. اتفاقيه نيويورك، ودي مهمه جدا، ومصر كانت من اولى الدول اللي وقعت عليها. الاتفاقيه دي عملوها سنه 1958، مصر وقعت عليها سنه 59. درسناها في سنه رابعه، بس ما درسناهاش بهذا الاسم، درسناها بالاعتراف بتنفيذ الاحكام الاجنبيه. لا، الاتفاقيه خاصه بالاقرار والاعتراف بتحكيم باحكام التحكيم الاجنبيه وتنفيذها. وده اللي بيوقعنا في مشاكل كتيره، فكره ان احنا بيصدر علينا احكام تحكيم بره وبتتنفذ علينا بسبب ان احنا موقعين على هذه الاتفاقيه، ونادوا بتعديلها اكتر من مره بس لغايه دلوقتي زي ما هي،
واتمنى ان احنا يبقى عندنا قنوات اخرى نتكلم عن هذه الاتفاقيه تفصيليا، وازاي نقدر حكم اجنبي انفذه على الاراضي المصريه او العكس لو صالح المستثمر المصري او الحكومه المصريه. الاتفاقيه اللي بعديها واللي احنا متبهدلين قدامها، وفي 2018 احنا رقم 5 على العالم من كم القضايا المرفوعه على الدوله المصريه امام هذا المركز، وهي اتفاقيه واشنطن وخاصه بتسويه منازعات الاستثمار بين المستثمر الاجنبي والدوله المستضيفه للاستثمار. اي مستثمر اجنبي رايح لدوله موقعين على اتفاقيه واشنطن ولا لا موقعين يستثمر، من عوامل جذب الاستثمار ان هو يوم ما يحصل خلاف بينه وبين الحكومه او بينه وبين الدوله المستثمر فيها على طول هيروح يطبق احكام هذه الاتفاقيه. طب الاتفاقيه دي عملوا على اساسها ايه؟ مركز الاكزيت في واشنطن 1966، والمركز ده خاص بتسويه منازعات الاستثمار بين المستثمر والدوله المستضيفه للاستثمار على مستوى كل الدول الموقعه على هذه الاتفاقيه. فهي اتفاقيه هامه جدا ومن المراكز فعلا الكبرى اللي بيتم الخضوع ليها في كثير من القضايا، والدوله موقعه فهتروح امام هذا المركز. طبعا على مستوى الوطن العربي يعني هم يعملوا اتفاقيه دوليه واحنا ما نعملش، فعملنا زيهم في سنه 87 اتفاقيه عمان العربيه للتحكيم. نفس الفكره، المستثمر العربي والدوله العربيه المستضيفه للاستثمار. يعني لو مستثمر كويتي جه يستثمر في مصر وحصل بينهم نزاع ممكن يخضعوا لاتفاقيه واشنطن، بما انهم الاثنين موقعين كدول على هذه الاتفاقيه ممكن يخضع لاتفاقيه عمان بما انهم دول عربيه داخل نطاق جامعه الدول العربيه. رغم ان هي معموله هذه الاتفاقيه سنه 87، انا في 2008 اكتشفت بالصدفه كنت بعمل بحث عن حاجه معينه ان على مستوى الدول العربيه عندنا محكمه خاصه بمنازعات الاستثمار. لو حد يسمع عن اسمها محكمه الاستثمار العربيه، حد سمع عن محكمه الاستثمار العربيه؟ لا، قولا واحدا. محكمه الاستثمار العربيه دي انشئت سنه 1981، وهي جهاز دائم من اجهزه جامعه الدول العربيه، ومقرها الدائم في مراكش في المغرب، وبتعقد جلساتها في مقر الجامعه العربيه عندنا هنا في مصر، واحكامها يعني ما تتخطاش من 81 لغايه 2018 لا تتجاوز ال 300 قضيه على مدار هذا الكم من السنوات. طب ليه مش شغاله؟ ليه مش فعاله؟ ليه مش زي مركز الاكزيت؟ ده تساؤل نطرحه وليه اجابات وفقا لما ممكن ان احنا ندرسه. بس احنا على المستوى العربي عندنا محكمه اسمها المحكمه العربيه للاستثمار، جهاز دائم من جامعه الدول العربيه، تم انشاؤه سنه 1981. ولولا ان انا كنت بعمل بحث عن جزئيه متعلقه باليه من الاليات دي ان انا اكتشفت ان احنا عندنا هذه الوسيله. فدي مجموعه من الاتفاقيات يجب ان حضرتك تكون على علم بيها. في جديد في اتفاقيه موريشيوس 2015، دي بقى خدت التحكيم فيما يتعلق بمنازعات المستثمر والدول في نطاق مكافحه الفساد والشفافيه لتوجه تاني خالص، بس هم 23 دوله بس اللي هم اتفقوا عليها وموقعش عليها غير 6 أو 7 منهم سوريا فيما يتعلق بهذه الاتفاقيه. طيب دي كده الفكره اللي استاذنا الله يرحمه كان دايما بيحسنا عليها دكتور رضا سيد، ان انت لازم تبقى عندك البنيه التشريعيه والادوات اللي تستخدمها. عندك مستثمر كويتي لازم تبقى عارف القانون التحكيمي الكويتي بيقول ايه والقانون المصري بيقول ايه. هتقول لي طب ما انا همثل الطرف المصري، بس افرض هم اتفقوا على قانون التحكيم الكويتي هو اللي يبقى واجب التطبيق، فلازم يبقى عندك مجموعه التشريعات العربيه بتحديثاتها. للاسف انا اغلب الكتب اللي شفتها الموجوده في السوق، انا بتكلم في حاجات في 2018، هتلاقيه كاتب لك الاماراتي اللي كان موجود جزء من باب المرافعات، لا بقى في قانون جديد مستحدث. طب بما ان احنا حضرنا تحكيم قبل كده اكيد عارفين يعني ايه تحكيم. تحكيم هو وسيله قضائيه. في ناس بتعترض على لفظ وسيله قضائيه، يقول لك التحكيم مش قضاء. هنشوف، هتلاقيني قدام شويه بعد كام سلايد بقول ان التحكيم وسيله غير قضائيه، هتقول لي انت لسه قايل لنا انها قضائيه. هنشوف امتى هنقول قضائيه وامتى هنقول انها غير قضائيه. يبقى التحكيم وسيله قضائيه غير تقليديه، مش بالطريقه المعتاده القضاء اللي احنا معتادين عليه، لتسويه المنازعات العقديه والغير عقديه. يعني حتى لو مش في عقد بين الاطراف في تحكيم، هنشوف، يتم اللجوء اليها بموجب اتفاق بين الاطراف، وهو اتفاق التحكيم ولليه اشكال متعدده ومختلفه. يبقى هي وسيله بيتم اللجوء لتسويه المنازعات العقديه والغير عقديه باتفاق الاطراف، وبيتم النظر في تلك المنازعات بموجب مجموعه من الاجراءات ينص عليها المشرع. الحمد لله احنا عندنا المشرع المصري قانون 27 وتعديله والاضافه بتاعه 9 لـ 97، عندنا قانون الاستثمار وعندنا قانون الرياضه، ففتح لنا الباب وحاطط لنا الادوات التشريعيه اللي انا اقدر اشتغل عليها في مجال التحكيم.
وصولا لإصدار حكم تحكيم يرقى إلى درجة الأحكام القضائية النهائية، والتي لا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن العادية والغير عادية، والتي بتخليه واجب النفاذ بمجرد صدور. تقول لي يعني ده احنا عمرنا ما شفنا حكم محكمة واجب النفاذ إلا بعد ما يطلع عينينا فيه. في التحكيم هاخد حكم وانفذه وهو حكم نهائي غير قابل للطعن عليه. قانون اللي بيقول كده مش انا، وهنشوف القانون بيقول كده في ده ازاي. فدي وسيلة هامة جدا ينفع حضرتك تتفق عليها لتسوية المنازعات. طيب طريقة التحكيم دي مقولة الأستاذ لينا الله يرحمه الدكتور شفيق، مش متذكر اسمه هو، بس أستاذ دكتور كبير يعني، أنا بحب أنصب الفضل لأهله. التحكيم زي ما أنا موضح كده، ده اختصار التحكيم. أوله اتفاق، لازم يكون هناك اتفاق بين الأطراف على لجوء التحكيم. وأوسطه إجراء، مجموعة من الإجراءات. حضرتك كقانوني عندك الخبرة والقدرة بالدراسة إن أنت تاخد هذه الإجراءات، يترتب عليه آخره حكم قضاء، لأنه حكم واجب النفاذ بقوة القانون. بالتالي التحكيم بيبدأ اتفاق بين الأطراف، يتوسطوا مجموعة من الإجراءات حاجة بتاخدها، والقانون حدد لك مدة يعني خرافية وبسيطة جداً إن أنت تصل إلى إصدار حكم في التحكيم، وآخره حكم قضاء إن أنت بتصدر حكم واجب النفاذ، وأقوى من حكم القضاء العادي الذي يتم على درجات التقاضي المختلفة، وهنشير إلى هذه الجزئية. طب شوف، هو للأسف مفيش صوت، بس ممكن نشوف الفيديو ده مع بعض بعد كده نكلم. هدفي من عرض الفيديو البسيط ده يعني خلاف ان انا اوريكم الناس دي، التدريب واللي ده النقابة عاكف عليه الفترة دي. يعني انا عارف ان فكرة معهد المحاناة وان احنا نسيب اشغالنا ونيجي نقعد بالساعتين وبالتلاتة وممكن نسمع كلام مش هيفيدنا، العكس يعني احنا بنسعى للتطوير وبنسعى ان احنا نضيف لكم، وفي اجتهاد وفي عمل على ده. فانتوا زي ما احنا بنسعى لده، انتوا لازم تساعدونا في ده، ان انت فعلا تبقى جاي هنا عايز تستفاد وعايز تطلع بحاجة. انا في محاضرات كتير بروح احضرها، يعني معايا احد المساعدين بتوعي يقول لي يا دكتور شعبان يعني انت رايح تحضر المحاضره دي لفلان؟ اقول له اه، يقول لي يعني انت اكبر من انت تروح تحضر ايه. جميل. طب حاضر، هو ده سؤال؟ اتفضل معايا استاذ. اتفضل استاذ. انا باعتباري احد المشاركين معاهم في ان انا بستمع لل، وانا كمحامي كل اللي موجود في القاعه هنا عشان يبقى عنده تحفيز لموضوع التحكيم لازم حاجه واحده، يعني انا عايز توصل لنا كلنا. انا دوري ايه كمحكم؟ لان الصفه او الانطباع العام على التحكيم، الانطباع العام السائد، انا التحكيم يمارسه الان المكاتب الدوليه او اللوفيرم بيمارسوا بعض الاشخاص من المحامين. طب انا قطاع الشباب العريض ده هياخد دوره في التحكيم، هيمارسه ازاي وازاي يخلق لنفسه فرص تحكيم؟ لان احنا 90% مش هيقدر يوصل لقضيه تحكيم بين قطاع، بين شركه اجنبيه وهيئه الاستثمار. صح. فانا بس عايز حضرتك، اتمنى اكيد ان انت تربط لي دايما. حاضر. دوري ازاي ابقى محكم، حتى مش في المسائل الكبيرة. يعني عندي مقترح بس، ان احنا نعمل دعوة لكل المحامين الجدد انه لما يجي يكتب عقد ايجار لو بايجار 50 جنيه او 500 جنيه، لو انت كتبت في عقد الايجار شرط اسمه شرط التحكيم، انه قبل ما الجأ للمحكمة بحط للطرفين شرط التحكيم، وتكتب في العقد ان انت وكيل المستاجر او وكيل المؤجر او اختيار الدكتور ابو بكر محكم، انت ربطت الموكل بتاعك انه لما يختلف مع المستاجر او المؤجر او العكس ربطته بيك بشغل بكره وبعده والسنه الجايه، لو اختلفوا لازم يلجا التحكيم. ابسط فكره عقد الايجار او عقد البيع البسيط، حطوا شرط، او عقد الشركه البسيط حطوا شرط التحكيم في العقود عشان تخلق لنفسك دور وشغل في اليوم. عشان كده بقول لحضرتك يا ريت تربط لهم تملي بين دورهم وازاي يبقى محكم حتى في المسائل البسيطه اللي بتقعد عليهم. وشكرا. العفو. يبقى احنا قلنا هنجاوب على هنطرح الاسئله ونجاوبها في الاخر، بس ما نقدرش نقول المنصه لا. فاحنا كده عندنا ثلاث تساؤلات هنجاوب عليهم برضك في الاخر. استاذنا قال ان التحكيم هم بيتفقوا على استبعاد القانون، فازاي اربطه بالقانون؟
استاذ احمد بيتكلم في ان انا هقدر استفاد من ده ازاي، وهقدر اشغل نفسي في القطاع ده ازاي، بما ان انا في بدايه حياتي مش هقدر اوصل للقضايا الكبيره في مجال التحكيم اللي بين الشركات، وده هنشير اليه وموجود معانا في المحتوى، واتمنى ان احنا نوصل لهذه الفكره. طب انواع التحكيم، وممكن تكونوا سمعتوا عنها، تحكيم وطني واجنبي ودولي. انا بطرحهم دايما بالشكل ده لان كتير بيحصل الخلط بين التحكيم الاجنبي والتحكيم الدولي. انا عشان الوقت كان نفسي طبعا اطرح ده كتساؤل ونحن نتشارك مع بعض، بس هوضح الفروقات بين الثلاث انواع. التحكيم الوطني، اطراف النزاع نفس الجنسيه، قانون الواجب التطبيق، قانون نفس الدوله، النزاع في نفس الدوله، مفيش اي مشكله، طرفين مصريين بينهم عقد حصل بينهم نزاع، هيطبق قانون التحكيم المصري والنزاع ده تم في مصر، فده يطلق عليه تحكيم وطني، ده مفيش اي مشكله لان بيخضع لتشريع الدوله اللي هم بيحملوا جنسيتها واللي موجودين داخلها. طب التحكيم الاجنبي والتحكيم الدولي، كتير يقول لك ما التحكيم الاجنبي هو هو التحكيم الدولي، فرق كبير جدا بين التحكيم الاجنبي والتحكيم الدولي. طب ايه الفرق؟ التحكيم الدولي فيما ده في نوعين تانيين هنتطرق اليوم، ان انا هنا التحكيم التجاري الدولي والتحكيم الدولي العام، ده قصه تانية عشان في ناس كتير بتلخبط بينهم، بس انا بتكلم هنا على مستوى المنازعات المدنيه والتجاريه. في تحكيم وطني بين اطراف يحملوا نفس الجنسيه، قانون الوطني بتاعهم داخل نفس الدوله والحكم يتنفذ على نفس اراضي الدوله. اما التحكيم الدولي هناك طرف اجنبي، طرف مصري وطرف سعودي، فهنا اصبح تحكيم دولي لان احد الاطراف مختلف في الجنسيه، محل النزاع في دوله ثانيه، طرفين مصريين بس العقاء المنقول او المال اللي بيتنازع عليه موجود في السعوديه، فهنا ده تحكيم دولي لان المال اللي احنا هننفذ عليه او المال محل نزاع موجود في دوله اخرى. فالتحكيم الدولي هنا اضاف صفه دوليه لوجود عنصر اجنبي في الدعوه التحكيميه، سواء بما يتعلق بالاطراف او المال او الموضوع النزاع. طب التحكيم الاجنبي، ما هو هو، لا مش هو هو، هيفرق في ايه؟ التحكيم الاجنبي هو حكم صدر على اراضي دوله ويراد تنفيذه في دوله اخرى. خلينا في نفس المثال بتاع المصري والسعودي، والتحكيم تم في مصر واتفقوا على تطبيق القانون المصري، ده تحكيم دولي لان واحد مصري واحد سعودي، بس التحكيم تم في مصر والقانون اتطبق القانون المصري، بس الحكم صدر لصالح المصري، فالطرف المصري هياخد الحكم ده ويروح ينفذه فين؟ على ما عندوش اموال هنا السعودي، هيروح ينفذه على امواله وممتلكاته الموجوده فين؟ في المملكه العربيه السعوديه. لما يروح المملكه ثواني، طب اتفضل ثواني. طب ما تعالك بالنقطة، اكتب السؤال وهجاوبك عليه. اكتب السؤال وهجاوبك عليه. أنا مش هنسى أي سؤال أنت هتقوله، بس اكتب الأسئلة وأنا هجاوبك عليه. قول لي في النقطة الفلانية أنت قلت كذا وهي كذا، أنت غلط وأنا صح، وأنا هرد عليك بس. ما عنديش مشكلة أنت تبقى صح وأنا أبقى غلط يعني. متاح يعني، ده مش منزل أو مش ده قرآن يعني، ده أنا بشر زي زيك، أنا ممكن أكون غلط وحضرتك صح، بس حضرتك كل أسئلتك اكتبها وأنا أول حد هجاوب حضرتك على كل أسئلة حضرتك. تمام؟ طيب هنا خد الحكم من مصر وراح ينفذه على الطرف الموجود او امواله الموجوده داخل المملكه العربيه السعوديه. بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه هذا تحكيم اجنبي، هو دولي واجنبي لان اطراف مختلفين الجنسيه، واجنبي لانه جاي من دوله ويراد تنفيذه في دوله اخرى. لكن لو افترضنا العكس، الحكم صدر للمستثمر السعودي ضد المصري، احنا قلنا التحكيم كان في مصر والقانون المصري اللي اتطبق وعلى الاراضي المصريه والحكم هيتنفذ في مصر، ده حكم تحكيم دولي ولكن ليس اجنبي لانه صدر على الدوله في داخل اراضي الدوله وهينفذ في ذات الدوله. طب انت ليه بتركز في النقطه دي قوي؟ علشان عندنا اتفاقيه انا اشرت ليها اسمها اتفاقيه نيويورك 1958، دي بتطبق على تنفيذ احكام التحكيم الاجنبيه. يبقى حضرتك لما تروح لقاضي التنفيذ تطلب تنفيذ حكم تحكيم دولي غير ما تروح تطلب تاخد اجراءات تنفيذ حكم تحكيم اجنبي، لان لو حكم تحكيم اجنبي يعني جايبه من بره وجاي تنفذه في مصر هيطبق عليك اتفاقيه نيويورك 1958، لكن لو حكم تحكيم دولي وصادر في مصر وهتنفذه في مصر هينفذه لك باجراءات التحكيم المنصوص عليها في القانون دون ان يطبق على حضرتك اتفاقيه نيويورك 58. خلي بالكم من هذه التفرقه لانها جزء يتعلق باجراءات تنفيذ احكام التحكيم. طب نوع آخر من التحكيم ممكن نشير إليه هو التحكيم الدولي العام وتحكيم تجاري دولي. التحكيم الدولي العام، عشان كده ما نقولش تحكيم دولي، التحكيم الدولي ده المقصود بيه التحكيم الدولي العام، وده اللي خاص بوسيلة سلمية من وسائل تسوية المنازعات بين أشخاص القانون الدولي العام، وحضراتكم درستوها في سنة تانية.
الوساطه والتوفيق ولجنه التحقيق والمساعي الحميده ومنهم التحكيم. دي وسيله من تسويه منازعات اشخاص القانون الدولي العام، الدول والمنظمات والمتمردين في الاعتراف لهم بالشخصيه. وده قانون دولي عام، موضوع مختلف تماما عن مجال دراستنا دلوقتي او اهتمام عملك. انت بتهتم بالنوع الاخر وهو تحكيم تجاري دولي خاص بالمنازعات المدنيه والتجاريه. اي نزاع مدني وتجاري القانون قال يجوز فيه التحكيم، اللي هو يجوز فيه الصلح، يجوز فيه التحكيم، يخضع لما نتحدث عنه الان. لكن التحكيم الدولي العام ده نوع تاني. انا بشوف بعض الناس تيجي تتكلم عن التحكيم الدولي، التحكيم التجاري الدولي، ويقول لك مثال قضيه طابا. لا، قضيه طابا ده تحكيم دولي عام، ده نزاع بين دولة مصر واسرائيل ولجأوا للتحكيم الدولي العام وتطبيق القانون الدولي العام اللي احنا ملناش علاقة بيه. لكن النوع الثاني وهو التحكيم التجاري الدولي واللي خاص بمنازعات المدنية والتجارية وفقا للقانون. طب نوع اخر من التحكيم، والنوع الثاني هو السائد على كثير من الدول، هو التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي. ايه التحكيم الحر؟ وللأسف قانوننا في مصر تبنى النوع الاول مع ان النوع الثاني هو الاكثر اهمية. التحكيم الحر ان الاطراف احرار في اختيار المحكمين واجراءات القانون الواجب التطبيق والمكان والانعقاد وكل شيء. هنا لا تحكمهم مؤسسة في اجراءات التحكيم، هم احرار في تشكيل الهيئة وكيفية اجراء التحكيم بكل تفاصيله. طب احنا كمجتمع واعد وكقانونيين يعني لسه واعدين في هذا المجال، انا هجيب منين الخبرة اللي تخليني اقدر ادير التحكيم بهذه الكيفيه؟ ان انا اللي احدد القانون واحدد اللغه ومكان الانعقاد والاجراءات، اكيد هخطا، فالخطا ده هيعود بالسلب على الاطراف اللي هيخليهم ما يلجاوش ليا تاني. فانا بالتالي اطالب ان احنا ما نلجاش لهذا النوع من التحكيمات الا اذا كنت حضرتك على قدر كبير من العلم والتدريب والخبره في ان انت تدير جلسات تحكيم. لكن النوع الثاني واللي سائد في كثير من دول العالم واللي اتمنى ان احنا نبدا نقننه وكل التشريعات الجديده الاماراتي والاردني كان منظمه في قبل كده والقطري والسعودي نظموا هذا الموضوع، وهو التحكيم المؤسسي. يعني تحكيم مؤسسي ان يكون هناك داخل الدوله مراكز ومؤسسات تحكيم تختص بتسويه المنازعات. والتشريع زي ما قلت، التشريع قانون الاستثمار عمل كده انه انشا المركز المصري للوساطه والتحكيم. عندنا قانون الرياضه انشأ مركز لتحكيم المنازعات الرياضيه. هي دي الفكره. هو طبعا هنا ما زال عندنا في مصر انشاء حكومي، احنا بنطالب ان يبقى القانون بيسمح للمتخصصين في هذا العمل ان هم ينشئوا مراكز ومؤسسات تكون بضوابط وشروط معينه والقائمين عليها بكفاءات معينه. بالتالي حضرتك لما تحط زي ما استاذنا احمد عبد الجواد قال، تحط شرط التحكيم في عقد الايجار لما الطرفين العلاقه العقديه او احدهما يرجع لك عشان في نزاع، ما تقولش انا هعمل ايه، انا مش عارف اعمل حاجه، انا حطيت تحكيم بس مش عارف اعمله. لكن لما يكون عند حضرتك مركز او عند حضرتك مؤسسه بتنتمي اليها وعندها خبرات وكفاءات تساعدك في اداره الدعوه التحكيميه، تساعدك في مكان انعقاد الجلسات، تساعدك في الاجراءات، تساعدك في صياغه الحكم، ده هيسهل عليك كتير القيام بهذه الاعمال، والاحكام هتطلع احكام صحيحه وفق القانون. وده اللي بننادي بيه، ان يكون هناك تحكيم مؤسسي على قواعد واسس سليمه، وفي مصر في التوجه للقيام بهذا النوع. نوع اخير من التحكيمات واللي بجد اتمنى نكون عارفين الفرق بينهم، التحكيم بالقانون والتحكيم بالصلح. النقطة دي هتزيل لبس عند كتير من أساتذة الموجودين. التحكيم بالقانون والتحكيم بالصلح، أول ما يبادر لذهننا زي ما احنا عارفين الصلح، هيقول لك تحكيم بالقانون يعني هنا هنخضع لقانون معين هو اللي بيحكم العلاقة اللي بين الأطراف وهنفصل في النزاع ده وفقا لهذا القانون. كلام جميل، احنا اتفقنا ان العلاقة العقدية دي هتخضع لقانون التحكيم المصري والنزاع هيخضع على احكام القانون المدني المصري. خلاص احنا كده محددين قانون هنطبقه على العلاقه العقديه والنزاع القائم بين الاطراف. طب ايه التحكيم بالصلح؟ ده احلى واحلى. التحكيم بالصلح ده ان انا كمحكم هعمل صلح واعمل تسويه وراضي الطرفين وما ازعلش حد وانهي منهم الموضوع بطريقه وديه. غلط، وفقا للقانون المصري. الامم المتحده في قواعد اليونسترال لما جت تتبنى مفهوم الصلح اتبنته بمفهوم مش متماشى مع معتقدنا احنا. والسودان في 2006 كانت عندها الغلط ده، مش الغلط ده، تقرا القانون تتلخبط. كيف 2016 وقسمها بقى وبطلع على القانون السوداني في الماده دي فيما يتعلق بالتفويض بالصلح. قال لك التفويض بالصلح ده في مرحلتين، في التسويه الوديه ان الاطراف يتفقوا ان المحكم يقوم باعمال التسويه الوديه بين الاطراف، وده مفهوم الصلح عندنا، ويحاول يحل بينهم الموضوع وده يجي على نفسه شويه وده على نفسه شويه وينهي الموضوع بايه؟
بصلح بينهم، بعد كده يصدر حكم عشان يلزمهم بالصلح ده. ده بالنسبه للتسويه الوديه. والنوع الاخر واللي خده بس المشرع المصري في حاله التفويض بالصلح، وهو استبعاد القانون الواجب التطبيق وتطبيق قواعد العداله والانصاف. تلخبط، استبعاد القانون الواجب التطبيق وتطبيق قواعد العداله والانصاف. يعني ايه؟ حضراتكم ان شاء الله في احدى القضايا التحكيميه هتلاقي هيئه المنصه الكريمه بتعرض على الاطراف، هل تفوضون او هل تقبلون تفويض هيئه التحكيم بالصلح؟ لو الصلح في مصلحتك وافق، اللي بالمعنى اللي انا بقول عليه. لو مش في مصلحتك ما توافقش، وفي الغالب ما بيتوافقش لان بيكون ضد مصلحه احد الاطراف. ليه؟ معنى ان انا افوض الهيئه بالصلح ان انا بقول لهيئه التحكيم في اي وقت اثناء سير الدعوه وقبل حجز الدعوه للحكم وقفل باب المرافعات ان انت تستبعدي القانون اللي احنا متفقين عليه وتطبقي قواعد العداله والانصاف من اي نصوص انت وعادات وتقاليد عرفت تجاريه مثلا تطبقيها على النزاع بيننا وتفصلي فيما يحقق العداله بين الاطراف. طب ليه انا ما اقبلش حاجه زي كده؟ لان انت هنا مش عارف هيئه التحكيم هتشكل عقيدتها وفقا لانهي قواعد. وحضرتك ما تبني مذكرتك وتكتب انا هتبنى انهي قواعد وانهي مبادئ تكون في صالح، فبالتالي بيبقى في اشكاليه بين الهيئه وبين هيئات الدفاع. لكن التحكيم بالقانون حضرتك عارف انا هطبق القانون الكويتي، اجيب القانون الكويتي واجيب الاحكام محكمه التمييز ومحاكم الاخرى واستنبط منها واكتب مذكره ومرافعه تبقى جميل. لكن قواعد عداله وانصاف انا مش عارف هم اصلا هيطبقوا ايه قواعد على النزاع ده. والقانون المصري هو ده اللي نص عليه، اذا تم تفويض هيئه التحكيم بالصلح يعني استبعاد القانون وتطبيق قواعد العداله والانصاف. فاوعى تتخيل لما يجي يقول لك تحكيم بالصلح ان هو هيعمل بينكم تسويه وديه. ده في القانون السوداني، لكن المصري ما زالت عندنا. طب هو ليه حطها كده؟ لانه جابها من قواعد اليونسترال اللي نصت عليها بالشكل ده، بس نصت على الاثنين، تعمل تسويه وديه وبعد كده تصدر حكم عشان يلزمهم بهذا الصلح، او ان انت تستبعد القانون وتطبق قواعد العداله والانصاف في هذه الجزئيه. خلي بالكم من هذه التفرقه بين التحكيم بالقانون والتحكيم بالصلح. طيب الفرق، وجزئيه مهمه جدا، وهي الفرق بين التحكيم والقضاء، وهو القضاء الوطني والدستور، حق التقاضي مكفول للجميع، اي شخص ليه حق يلجا لقضيه الطبيعي ويلجا للقضاء للفصل في المنازعات. وده اللي جت في قانون الرياضه وعملت دربكه في هذه الجزئيه، وهنبقى نتكلم عليها في التحكيم في المنازعات الرياضيه. طب التحكيم والقضاء الاشكاليه الكبرى، وانا هشير قدام شويه ان القضاء معاون ومساعد للتحكيم. قضاء مش ضدك، ده القضاء بيدعمك وبيساعدك في مراحل كتير جدا في الدعوه التحكيميه. ان شاء الله يبقى عندنا وقت نشير الى هذه المساعدات. طب ايه الفرق بين القضاء والتحكيم؟ اول فرق في استمداد السلطه. القاضي موظف عام بيستمد سلطته من السلطه القضائيه والسلطه السلطه القضائيه اللي بيعمل فيها، وليه الحق في الفصل في المنازعات بناء على اختصاصه. ده بالنسبه للقاضي. طب المحكم مصدر سلطته هو اتفاق الاطراف. لو ما فيش اتفاق الاطراف على اختيار هذا الشخص او الشخص هو اللي يفصل في هذا النزاع، لن يكون له الحق في الفصل بالنزاع. طب ده بالنسبه للفرق بين الاثنين فيما يتعلق باستمداد السلطه، ده بيستمدها من الدوله وده بيستمدها من اتفاق الاطراف. حكم القضاء وحكم التحكيم. حكم القضاء عارفين درجاته، هو تقاضي على درجتين، هو الاصل العام وبيبقى في الدرجه الاولى والدرجه الثانيه وصولا لطرق الطعن العاديه والغير عاديه زي ما كلنا عارفين. اما التحكيم ما فيهوش غير حكم نهائي، مش بقى هقول ليه، حكم نهائي واجب النفاذ. طب ايه اللي بيوقفه؟ دعوه اسمها دعوه البطلان. وفي دعوه البطلان دي انا بحاول ازود في المعلومات عشان الوقت ممكن ما يسعفيش ان انا اخلص الاخر. في دعوه البطلان دي حكم التحكيم حكم نهائي واجب النفاذ، ولكن المشرع المصري اشترط ان في حاجه اسمها دعوى البطلان بحق احد الاطراف ان يطعن في حكم التحكيم بدعوى اسمها دعوى البطلان، دعوى اصليه للطعن في هذا الحكم، وهي ولا طريقه طعن عاديه ولا غير عاديه اللي احنا معتادين عليه. وهذا المسمى في توجهين بس كله دلوقتي راح لدعوى البطلان. في دول بترى ان التحكيم قرار مش حكم، فيقول لك قرار التحكيم، وده كان السودان في 2006 اقرب مثال ليه، كان بيقول لك قرار التحكيم، فما كانش في دعوه بطلان، كان في دعوه اسمها دعوه الالغاء، قرار يبقى الغاء، فكان بيبقى قرار تحكيم وبيطعن عليه بدعوه اسمها دعوه الالغاء. لكن كثير من التشريعات ومنها التشريع المصري معتبر التحكيم حكم
حكم التحكيم، فبالتالي بيطعن عليه بدعوة اسمها دعوة البطلان وليست دعوة الإلغاء. ودي آخر حاجة ممكن نتكلم عليها في التحكيم، وهي إجراءات دعوة البطلان في التحكيم وحالتها، واللي الوقت مش هيسعفني. السلطات، هل للمحكم سلطة الجبر؟ يقدر يحجز ويقدر يمنع من السفر ويقدر ياخد إجراءات تحفظية ووقتية زيه زي القاضي؟ هتصدق لو قلت لك إن القانون اداله السلطة دي؟ القانون المصري أعطى لهيئة التحكيم سلطة إعطاء إجراءات وقتية وتحفظية، بس مش في مصلحتك كمحامي إن أنت تطلبها من هيئة التحكيم. لأن أنت لو طلبت مثلا إجراء بالتحفظ على رصيده في البنك عشان بعد كده تحجز على هذه الأموال، هتطلب من الهيئة، هتاخد القرار من الهيئة، لازم تروح للمحكمة عشان يسيغ لك القرار دوت بالصيغة التنفيذية، وبعد كده تروح للبنك تتخذ إجراءات. طب ما أنا الأفضل بدل ما أروح لهيئة التحكيم، ما أنا أروح للمحكمة المختصة واطلب من القاضي انه يديني اجراء وقتي بالتحفظ على امواله، واروح البنك اتحفظ على امواله، وفي الجلسة اللي جاية امام هيئة التحكيم اقدم للهيئة اقول لهم ان انا خدت اجراء تحفظي في مواجهة الخصم وهو كذا كذا، وتم الحجز على امواله. طبعا كده البنك هيخطر. هي الفكرة، الافضل ليك ان انت تلجأ للمحكمة، ما تلجأش للتحكيم. يعني في احد من الطرفات في هذه الجزئية ان احد المحكمين ما دام القانون اداله هذه السلطة راح يحجز على سفينة، فالسفينة دي خدته ومشي، تمام؟ ان انت ملكش سلطة الجبر، قانون اعطاك سلطة في اجراء وقت اتخاذ اجراءات وقتية وتحفظها، لكن لم يعطيك سلطة الجبر، وما نقدرش نطلب هذه السلطة، لان انا اتكلم يعني انت بتكلم في حقوق وحريات، فهنا لازم تكون السلطة العامة هي اللي ليها هذا الحق، ولكن ليس هيئات التحكيم. مش عايز استفيد فيها. طب الوساطة، فرق بين التحكيم والوساطة، هقول الفرق بمثال كتير مننا ممكن يكون عارفه، وهي القصة بتاعت سيدنا داود وسيدنا سليمان. كان في احد رعاة الغنم بتوعه دخلوا حديقه او حقل بتاع احد الاشخاص الاخرين وكلت من الزرع بتاعه، فحصل بينهم خصومه، فراحوا لسيدنا داود، فاللي كان بيدخلوا على سيدنا داود سيدنا سليمان، فدخلوا لسيدنا داود وحكوا شكواهم. ده قال له انا الغنم بتوعي غصب عني دخلوا وكلوا من ارضه، ده قال انا كلوا ارضه والمحصول بتاعي نقص كتير، فسيدنا داود حكم ان هو ياخد اغنامه. فالراجل صاحب الاغنام يعني الحكم ما كانش راضي، بس ده حكم سيدنا داود. فهم خارجين استقبلهم سيدنا سليمان، فحكوا له القصه، فقال لهم لو كان الامر بيده كان هياخد الاغنام يديها لصاحب الارض لمده عام يستفيد من لبنها ويستفيد من صوفها، وياخد الارض يديها لصاحب الاغنام يزرع الارض دي ويستفيد منها ويرجعها بعد سنه زي ما كان قبل ما يحصل عليها الاعتداء. ولما رجعوا لسيدنا داود اقتنع بوجهه نظر سيدنا سليمان واقر. ده الفرق، ما حدث من سيدنا داود هو تحكيم، وما حدث من سيدنا سليمان هو وساطة. تحكيم ان هو اعطى الحق لصاحبه، هو فصل بكده ان ده يستحق ان هو ياخد اغنامه مقابل هذا. لكن الوساطة هو حاول هنا يرضي الطرفين، وخلى الطرفين خارجين من المنازعة دي في تراضي بينهم، وكل واحد شاف ان هو استفاد وما اتضرش رغم ان كان في خلاف بين الاطراف. الصلح واللي كتير منا، يبقى هنا التحكيم بيصدر حكم قضائي ملزم واجب النفاذ لا يجوز الطعن عليه إلا بدعوى البطلان. الوساطة هي وسيلة لتسوية النزاع بين الأطراف لتحقيق المصلحة للطرفين. ده الفرق، ان انت ممكن تبقى وسيط وبعد كده تحول لمحكم. وسيط انا بحاول ان انا اجد حلول وسط للطرفين، لكن التحكيم انت بتطبق قانون زي المستندات والأوراق اللي بتقدم لك، حضرتك بتفصل بناء على ما قدم وفقا لأحكام القانون. وكنت اتمنى ان شاء الله يبقى في تشريعاتنا ان يحصل تعديل ان يضيفوا الوساطه مع التحكيم، ان حتى وزاره الاستثمار المركز المصري للوساطه والتحكيم، وهي خطوه سابقه على التحكيم واصبح لها رواج عالمي كبير وبيتم اللجوء اليها قبل التحكيم. فاتمنى ان احنا ندرس كمان وساطه مش تحكيم بس. الصلح غير ملزم، التحكيم ملزم. الصلح بيرضي الطرفين وبيحقق مصلحة الطرفين، وبيتنازل كل طرف عن جزء من حقوقه ومصالحه لتحقيق المصلحة للطرفين. لكن التحكيم حكم قضائي واجب النفاذ. وفي فرق بين التحكيم بالقانون والتحكيم بالصلح اللي هو مش ده وفقا لقانوننا المصري، واللي اتمنى ان هو يتبنى المعنيين. القصة اشرناها. طب ليه بيتم اللجوء للتحكيم؟ لتحقيق العدالة الناجزة. يعني العدالة الناجزة السريعة. رأس المال أو المستثمر أو في قطاع معاملات تجارية والمالية هو عايز النزاع يتم الفصل فيه بسرعة وبسرية، فعشان كده بيتم اللجوء إلى التحكيم. قانون مصري قال لك أقصى مدة لو ما اتفقوش الأطراف 12 شهر، ويجوز مدها 6 أشهر. يعني أقصى مدة في القانون المصري 18 شهر في التحكيم، ده لو ما اتفقوش. ممكن يتفقوا على مدة أقل من كده، ممكن الأطراف يتفقوا إن التحكيم ده نزاع بسيط يتم تسويته خلال 3 شهور،
هنا هيئة التحكيم ملزمة إنها تسوي النزاع خلال، تخيل قضية ويتم الفصل فيها بحكم نهائي واجب النفاذ خلال 3 شهور، مش هيبقى قدامك بس غير التسعين يوم بتوع دعوة الطعن بالبطلان من إعلانه بصدور الحكم، بعد كده يبقى الحكم ده واجب النفاذ. يبقى أول حاجة إن هي بتحقق العدالة الناكزة السرية، ودي اللي بنفتقدها أمام المحاكم، لأن النزاع هنا أصبح أمام القضاء فأصبح هناك علنية. فأنا كشركات أسهمي في البورصة وتعاملاتي وكتاجر ثقتي في السوق وسمعتي بتهتز، لكن لو تم تسوية المنازعات دي بطريقة سرية هي مكسب للأطراف. فهك لو بتمثل شركة تقول لهم تعالوا بقى لما نروح المحاكم نحط شرط التحكيم، ويوم ما يحصل خلاف بينكم احنا هنسوي هذا النزاع بسرية تامة. يعني كان في 2010 احد الزملاء كان معنا في احد البرامج، لقيته بعد ما درس تحكيم يعني في شركته لجأوا للتحكيم مع في نزاع مع شركه تانية، لقيته منزل على الفيسبوك تم اختياره محكم للفصل بين النزاع بين شركه كذا وكذا. قلت له يخرب بيتك، ده لو شركتك عرفت او شركه ده هيرفضوك ويرفعوا عليك قضيه، لان انت اخليت بالتزام جوهري واساسي على المحكم وهو الالتزام بالسريه. وده اللي بيعمل لنا عجز في الاحكام. طب ما انا عندي سريه، طب انا هحضر جلسات ازاي؟ طب ما انا هطلع على احكام ازاي هكتسب؟ طب المحاكم انا بروح اقعد في المحكمه وبشوف بيعملوا ايه، طب في التحكيم ده هعمل ازاي؟ ده النقابه ان شاء الله توفر لنا احنا نعمل محاكاه لقضايا التحكيم، شوف القضايا دي بيتم ازاي واجراءاتها وتشكيل الهيئه والدفاع الخطوات والمستندات اللي بيقدمها وكل الخطوات دي. طبعا دي محتاجه ايام عمرها ما هتكفي محاضره او جلسه واحده. يبقى السريه بين الاطراف، دوام العلاقات، عقد بين الاطراف قيمته 3 مليون جنيه، حصل النزاع على شحنه او توريد تم توريده بمعدل 200,000 جنيه، هل يعقل لأي طرف من الطرفين مستعد يخسر عقد ب 3 مليون جنيه مقابل توريد أو إشكالية حصلت قيمتها 200,000 جنيه؟ في لغة التجارة والبزنس أكيد لا، أكيد الاثنين عايزين، بس الإشكالية إن هم ما بيروحوا للقضاء وطول النزاع وطول المدة الاثنين بيخسروا العلاقة اللي بينهم، لكن التحكيم ده ما بيحصلش، لأن بيبقى في دوام واستمرار العلاقة بين الأطراف، لأن الهدف هنا هي تسوية النزاع والاستمرار في العلاقة العقدية بين الأطراف. وده اللي ان شاء الله اتمنى احد اساتذتنا كلمنا فيه ما تم من استحداثات في عقود الفيديك. لو حد متابع في 2017 في شهر 10 من بعد 18 سنه عدلوا تعديلات جوهريه وجذريه في عقود الفيديك، سمحت بان العلاقه تستمر، وعملوا حاجه اسمها الانذار المبكر، ان هو قبل اصلا ما يبقى فيه مشكله نتوقع المشاكل ونسعى الى حلها قبل حدوثها. فده التطور وده الهدف من وجود هذه الوسائل. ويبقى شغل لينا برضه، يعني احنا ما بنشتغلش بس على المشاكل، احنا ممكن نشتغل على تجنب المشاكل بخبراتنا القانونيه في هذه المسائل. فهو دوام العلاقات، تحقق عنصر الخبره للمحكمين، وده اللي انا ارجوكم فيه، ان انت في مجال التحكيم تخصص زي في مجال المحاماه. انا شايف لازم تتخصص، حتى متخصص شركات، متخصص مدني، متخصص احوال اسره، ايا كان التخصص في مجال التحكيم ايضا تخصص، تخصص في نوع معين من المنازعات عشان يبقى عندك الخبره الكافيه والاحكام الكتيره في هذا القطاع. زي المحكمه القاضي، انا عارف ان هم كل شويه بيتغيروا وبيتنقلوا، بس هو بيبقى في قطاع معين، ما بيبقاش عنده النهارده قضيه مدني وبكره قضيه احوال شخصيه وبعديها قضيه جنائي، ده هو عشان استكمال دراسته وبحثه يبقى في نفس القطاع. فانت هنا ما دام هتقوم بهذا الدور لازم يكون عندك خبره في طبيعه النزاع. يعني كانت احد القضايا بالنسبه لي كانت عن مشكله في خزانات سفن، فيعني من احد الدفوع كانت مقدمه السفح بالرمال والمواد، بيتكلموا في حاجات هندسيه كيميائيه انا ما فهمش فيها، انا راجل بتاع قانون، فبالتالي لازم تكون عندك الخبره في النزاع وان انت تتوافر هذه الخبره فيه. وللاسف ما فيش قانون اشترط عنصر الخبره في المحكم لنظر الدعاوي التحكيميه، ولكن انا بقول لكم بقى وبقول للاطراف اللي ممكن يتفقوا على جهه التحكيم، اختار محكم عنده خبره في تسويه هذا النزاع، هيكتسبها بالدراسه وبالمحاكاه اللي احنا هنتكلم عليها من خلال النقابه، وبعد كده ان شاء الله ممارسته بعض الاداء. كل تكلفه التحكيم مقارنه بالقضاء، كتير يقول لي ده التحكيم اغلى من القضاء، يعني في بعض الاساتذه يقول لك التحكيم مشكلته ان هو تكاليفه باهظه مقارنه بالقضاء. انا مش من انصار هذه المدرسه، انصار هذه المدرسه يقول لك القضاء ده انا بروح ادفع رسوم بسيطه والقضيه بتبقى بالملايين وبيتحكم فيها، وهي الرسوم البسيطه دي ايا كان الرقم اللي بيدفع كرسوم واجراءات مش بتاخد نسبه كبيره من المبلغ الاجمالي، لكن لما تيجي للتحكيم لا ده بياخد منك نسب، يقول لك النزاع بقد كده في نسبه 1% وصولا من 0.5% لغايه 5%، يعني مفيش قانون بيحكمها بس دي القواعد المتعارف عليها في اكبر مراكز التحكيم، فبياخد منك نسبه زائد الرسوم اللي بتدفع في المركز. فهنا لو بصيت لها بلغه الارقام هتلاقي في رقم كبير بيدفع، لكن لو بصيت لها بلغه الاستفاده للاطراف النزاع من سرعه الفصل في النزاع والسريه اللي بيحصلوا عليها وخبره الاشخاص القائمين على الفصل في النزاع، هم بيدفعوا قصاد راحتهم بقى، ما يروح يقف
امام قاعه المحكمه ويستنى دوره في الرول، لا ده بيقعد في قاعه محترمه وعنده كوفي بريك ونقدر نعمل جلسات في الوقت اللي يناسبهم وهم اللي يحددوا بالتنسيق طبعا مثلا الوقت المناسب ليهم والمناسب لينا، ففي اريحيه وفي سهوله في الاجراءات. حتى المكان اللي بتعقد فيه الجلسات يعني سلام بقى لو انت المتحكم تقول لهم نروح نحكم في شرم الشيخ كده، تختار مكان حلو تروح تحكم فيه وهم يلتزموا لو هم ما كانوش اتفقوا على هذه الجزئيه. طب ما يجوز في التحكيم؟ القانون حل الاشكاليه دي. اي حاجه عندك في القانون يجوز فيها الصلح يجوز فيها التحكيم قولا واحدا، هو القانون قال كده. بس عندي اشكاليه واحده تاكيدا على كلام استاذ احمد عبد الجواد، وهي فيما يتعلق بالمنازعات العقاريه. المنازعات العقاريه في قرار من وزير العدل من 2008 بمنع تنفيذ احكام التحكيم في المنازعات العقاريه، وده كان ليه سبب وليه مبرر لصدوره. يعني بعد الاساتذه كل ما يتعلق بالمنازعات العقاريه قال لك شخصيه وعينيه، يعني جه في 2009 اكدها لك. فاتمنى ده كان ليه ظروف ووقت صدوره، ممكن في جلسه ثانيه نبقى اشرح لكم ايه سبب صدور هذا القرار، وهذا القرار يخالف صريح القانون وهذا القرار غير دستوري نقدر نطعن عليه فاتمنى لو اصبح الوقت سانح ان احنا قرار زي ده يتم الغاءه او سحبه او الطعن عليه، فاتمنى ان يتم هذا الامر، لانه فعلا هيفتح قطاع كتير من اعمال التحكيم متوقفه على وجود هذا القرار وهو مخالف لصريح القانون. القانون قال ما يجوز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم، فان يطلع قرار وزاري يمنع التحكيم في نوع معين من التحكيمات اللي اجازها القانون دي مخالفه تستدعي الطعن على هذا القرار. بس ساعتها كان ليه مبرره وكنا مؤيدين، لكن انا بقول احنا عدت يعني بنتكلم في اكتر من 10 سنوات واصبح مجال التحكيم سوق واعد، فاتمنى ان يتم الغاء هذا القرار او الطعن على هذا القرار. طب انا كان في جزئيتين تانيين بس عشان اجاوب على اسئلتكم، ان انا شايف ان في اسئله ما جاتش لغايه المنصه دلوقتي، تمام؟ فعشان اجاوب على اسئلتكم في جزئيتين، في قواعد اساسيه في التحكيم وفي محاكاه لدعوه تحكيميه مجموعه من الجلسات. انا مش هقدر اقول النقطتين فهقول قواعد الاساسيه التحكيم، ان هم يعني احنا المفروض ننهي كمان 5 دقائق. عندنا مجموعه من القواعد، حضرتك في مجال العمل في التحكيم لازم تراعي هذه القواعد. اول وسيله، التحكيم وسيله غير قضائيه. تقول لي انت لسه في الاول قايل التحكيم وسيله قضائيه وراجع دلوقتي تقول التحكيم وسيله غير قضائيه. ليه غير قضائيه؟ لانه ليس من النظام العام القضائي. حضرتك مش قاضي، حتى وانت بتنظر قضية تحكيمية حضرتك مش قاضي، حضرتك محكم. يعني في احدى الجلسات التحكيم كانوا مستعينين بقاضي سابق، فجيه امين الشرطة بقى كان عشرة عمر معاه، جاي معاه امين الشرطة وعايز يوقفه المحكمة، يعني ما ينفعش، ده مش التحكيم. فانت في مجال التحكيم لست قاضيا، يعني حتى اللي كان بيعمل في مجال القضاء او ما زال يعمل بجلوسه على منصه التحكيم يجب ان يتخلى عن النزعه القضائيه وسلطه الامر والنهي والقدره على التحكم في الاشخاص الموجودين. انت هنا انا بطلق عليه وعندنا حكم النقض في هذه الجزئيه التحكيم قضاء خاص، المحكم قاضي خاص، انا شخص بجيبه عنده خبره بفلوسي يفصل لي في النزاع ده بسريه وبسرعه وبخبره. فانت هنا جاي بفلوس وهتستفاد وهتاخد، بس لازم تكون على الحياد والاستقلالية، ودي فيها جدل كبير ممكن نتجادل فيه. فالتحكيم هو وسيلة ليست أو غير قضائية لأنه ليس من النظام العام القضائي، دي وسيلة بيتفق عليها الأطراف، فهو قضاء أو وسيلة بيتم تسوية نزاع فيها باتفاق الأطراف على اللجوء إليه، وبدون اتفاق أطراف مفيش لجوء للتحكيم. القاعدة الثانية من التسعة، لا تحكيم بدون اتفاق، هو ده دستور التحكيم بين الأطراف، أن يكون هناك أطراف ليه صور متعددة ومختلفة، شرط مشارطة إحالة تحكيمية، تحكيم بلا اتفاق بصدد عقود الاستثمار نتيجة أن الدول موقعة على اتفاقات دولية فبتخضع للتحكيم. وللأسف من أغلب دفاعنا يقول لك الدولة موقعتش على شرط التحكيم، هي موقعتش على الشرط بس موقعة على الاتفاقية، فده موافقة مسبقة من الدولة أن لو حصل نزاع استثماري هيخضع للتحكيم أمام مركز الإكزيت. طب دي أشكال مختلفة لاتفاق التحكيم، شرط ومشارطة وإحالة. سريعاً الفرق بينهم، الشرط سواء كان بند في العقد أو اتفاق تفصيلي عند إبرام الاتفاق أو قبل حدوث النزاع. يبقى أي اتفاق على اللجوء للتحكيم قبل حدوث النزاع ده اسمه شرط تحكيم. حطوه بند في العقد، عملوا له اتفاق تفصيلي كده وأرفقوه بالعقد أياً كان شكله، ما دام قبل حدوث النزاع هو شرط. المشارطة بعد حدوث النزاع. حصل نزاع بين الطرفين ومش متفقين على التحكيم، فواحد منهم او محامي احد الاطراف يقول له طب ايه رايكم بدل ما نروح للمحاكم ويبقى في علن وفي ونفقد السريه وهناخد وقت طويل ما احنا نلجا للتحكيم ونسوي هذا النزاع، بيروحوا متفقين على لجوء التحكيم، فده اسمه
مشارطة التحكيم وفقا لنص القانون. وفي مشارطة التحكيم خلي بالكو لان ده بيكون سبب من اسباب البطلان، يجب ان تحدد النزاع وطبيعته. ده ما بيحصلش في الاتفاق، لان في الاتفاق انت مش عارف ايه النزاع اللي ممكن يحدث، بس بتحدد وهنشوف نموذج ليها. لكن في المشارطة خلاص انت عارف النزاع على القيمة هي الموردة من السلعة او البضاعة اللي هي بقيمتها 200,000 جنيه، الدفعة الموردة بتاريخ كذا، فانت عارف هنا النزاع، فلازم تحدد في المشارطة النزاع. لو ما حددتوش يبطل بعد كده حكم التحكيم الذي يصدر. اعلاء ارادة الاطراف، راجع قانون 27 هتلاقي اغلب القواعد ما لم يتفق الاطراف على غير ذلك، فبالتالي ارادة الاطراف سباقة على القانون. قانون قال لك اقصى مدة للتحكيم 12 شهر ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، يجوز مدها 6 أشهر ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. يعني هو لو ما اتفقوش سنه، طب لو اتفقوا على سنتين مهر المد، قانون قال 6 شهور لو ما اتفقوش على فتره المد، طب لو اتفقوا على سنه هم مهر. فبالتالي هنا اعلاء لقاعده اراده الاطراف على نص القانون، لانه تحكيم اختياري، لان في انواع من التحكيمات الاجباريه ودي تم الحكم بعدم دستريتها في قطاع كثير من القطاعات ما عدا قطاع واحد. طيب القاعدة الرابعة ودي اللي بأكد عليها وبيبقى ليها محاضرات خاصة، أن القضاء مساعد ومعاون للتحكيم. طب إزاي القضاء وأنا باخد شغله هيكون مساعد ومعاون ليا؟ مساعد معاون ليك إنه بيساعدك في كتير من الإجراءات. زي أنتوا اتفقتوا على التحكيم وجي واحد من الأطراف عارف إنه هيخسر الدعوة فمش عايز يختار المحكم. طب أنا هسكت؟ لا، هلجأ للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وأرفع دعوة، كانت الأول أمر على عريضة ودي كارثة إن بقت دعوة، دعوة أطالب فيها إن المحكمة تعين لي محكم على الطرف الثاني. يبقى القضاء بيساعدك ولا ما بيساعدكش؟ بيساعدك. عايز تاخد إجراء بالتحفظ على أمواله، تقدر تطلب أنت كمحامي من الهيئة أو تروح للمحكمة تطلب منها إجراء بالتحفظ على الأموال. عايز تستدعي شاهد تقدر هيئة التحكيم تجبره؟ لا، ما عندهاش سلطة الإجبار، هنروح للمحكمة هي اللي تطلب احضار الشاهر وتوقع عليه الغرامه او الجزاء في حاله عدم الحضور. فهنا بيساعدك، صدر منك الحكم، الحكم ده عايز يتنفذ لازم تروح لمحكمه التنفيذ او قاضي التنفيذ تاخد منه صيغه تنفيذيه عشان تنفذ هذا الحكم. فدي كلها مساعدات بيقدمها القضاء للمحكم. واللي انا بطالب يا ريت ما تلجالوش. ليه؟ انا مش ضد ولا حاجه. اولا هتفقد السريه لان النزاع هيخرج من دايره التحكيم وهيدخل مرفق القضاء باي شكل من الاشكال اللي انت هتاخده، ده رقم واحد. ثانيا الاجراءات مطوله. انا عايز اقول لكم اختيار محكم عن الطرف اللي امتنع عن انتخاب محكمه القانون خلاها دعوه. تعرف يعني ايه ترفع دعوه امام المحكمه عشان بس تعين محكم ويجي بعد ما تعينه يطعن في هذا الحكم يقول لك لا انا المحكم ده مش عاجبني عايز واحد تاني؟ وشوف انت متخيل يعني انت متفق على تحكيم في 3 شهور هتقعد بس سنه ولا سنتين ده لو سنتين بس عشان تختار محكم عن الطرف الثاني. امال اتلاشى ده كله ازاي؟ باللجوء للتحكيم المؤسسي. لان اما اقول هلجا لمركز تحكيم مثلا نقابه المحامين، المركز ده عنده لائحه وعنده قواعد تقول لو امتنع احد الاطراف يتولى الامين العام للمركز اختيار المحكم ويتم اختاره خلال 15 يوم لو لم يبدي اعتراضه تشكل الهيئه. اختلفوا المحكمان على اختيار رئيس الهيئه يتم الرجوع للامين العام للمركز يختار رئيس الهيئه ويعرض. هتلاقي الاجراءات بتتم بسرعه وبسلامه ما بتقفش غير اما تروح للمحكمه وطبعا هتاخد وقت في الاجراءات. فهو القضاء بيساعدك ويعاونك في طبعا مش هنقدر نستغنى عنه في التنفيذ قولا واحدا، التنفيذ لازم يتم عن طريق قضاء الدوله. القاعده الخامسه زي ما قلت لازم تراعي مجموعه من القواعد ودي هنبقى نتكلم عليها تفصيليا ان شاء الله في جلسات ثانيه. مبدا المساواه، الحق في الدفاع، وقواعد النظام العام، استخدام احكام قانون المرافعات، وده اللي محدش عارف يستخدمه بقى غير المحامين مش هقول القانونيين كمان. يعني انا كدكتور في الجامعه لو ما عنديش خبره في اعمال المحاماه احكام قانون المرافعات مش هيبقى عندي خبره في ادارتها. فانت كمحكم لازم تبقى عندك خبره في اداره استخدام قانون المرافعات، وكمحامي امام هيئه التحكيم تقدر تلجا لقانون المرافعات فيما لم يتم الاتفاق عليه او ما لم يتم النص عليه في قانون التحكيم 27 ده لو بنتكلم عن مصر. القاعده السابعه نهائيه احكام التحكيم، ده لازم تكون مقتنع بيه وتقنع بيه الاطراف. مشكله لما تيجي تتكلم مع حد تقول له تعال نحط تحكيم يقول لك تحكيم يا عم في الاخر ما لاقيش حكم وفي الاخر ما الحق يضيع. بالعكس ده انا هجيب لك حقك بسرعه وبسريه وهننجز في تسويه هذا النزاع بدل ما نقعد امام المحاكم. وده اللي بطالب عليه بقى عشان تعوض ده ما تغاليش في الاتعاب والرسوم. يعني في مجال التحكيم يعني انا شايفه سوق جديد، فالسوق الجديد عشان ينتشر ما تعاليش في الاتعاب. كانت احدى القضايا وكان قاضي من احد الجهات القضائيه هو اللي مسك النزاع ده وكان محكم منفرد، النزاع كان قيمته 200,000 جنيه، حكم في نزاع في التحكيم وحكم لنفسه باتعاب 120,000 جنيه.
ما ومش هيقدر ياخد الحكم منه غير لما يدوا له الاتعاب. فتخيل ان نزاع 200,000 هو شايف ان هو يستحق اتعاب، ما فيش حاجه بتنظمها وما كانش اتفقوا، فهو اللي حكم في تسويه نزاع لاحد الاطراف وحكم لنفسه ب 120,000 جنيه اتعاب. طبعا هنا ما قدامهمش غير يلجأوا للقضاء عشان يلزموا بتسليم الحكم ويرفعوا دعوه بقى اللي هي المغالاه في الاتعاب وينقصوا الاتعاب بما يتساوى من اعمال. فنهايه احكام التحكيم وعدم جواز الطعن عليها عندنا في مصر وكثير من الدول ما فيش غير دعوى البطلان، مع ان في وجه اخر دوله زي فرنسا واحنا مش ماشيين وراها في هذه الجزئيه عندها حكم التحكيم يتم استئنافه. يعني عندهم التحكيم هناك على درجتين، بعد حكم التحكيم بيتم الاستئناف وبعد كده بياخد الاجراءات العاديه، لكن عندنا في مصر هو حكم نهائي واجب النفاذ لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف او باي شكل اخر غير دعوى البطلان. التامنه وفضلنا واحده، حجيه احكام التحكيم نسبيه، عشان كده مش قادرين نوصل لها غير القضاء. احكام القضاء لها حجيه مطلقه ما دام اتفصل في هذا النزاع، لكن التحكيم هي خاصه بس باطراف النزاع، وبالتالي لا تشكل مبادئ قانونيه يمكن الاسترشاد ليها في الاحكام الاخرى لانها احكام خاصه. جم حتى اختلفوا، يعني بيقفوا على حاجه يقول لك ينفع حكم التحكيم يصدر باسم الشعب زي حكم المحكمه؟ هو المشرع لم يشترط شكل معين، لكن النزاع هنا قائم بين اطراف، يعني فنيا انت مش بتتكلم باسم الشعب، انت بتتكلم باسم الاطراف، لكن لا يبطل كلمه باسم الشعب حكم التحكيم. القاعده التاسعه والاخيره واللي لازم تكون حريص عليها وهتبقى هنا ناجح في مجال التحكيم، ان انت تخرج بعلاقه مستمره بين الاطراف، لان التحكيم هو قضاء العلاقات المستمره. العلاقه مش هتنتهي باللجوء للتحكيم، لا، زي ما هم دخلوا متنازعين يا ريت تخرجهم من التحكيم بحكم مش يرضي الاطراف وفقا لتحقيق العداله، في نفس الوقت يستمر على العراقه نظرا للانجاز والسرعه والسريه في الفصل في هذا النزاع. كان نفسي اتكلم في الجزئيه الاخيره وهي، ودي كلمه بحب اقولها، قضاء اليقاط البيضاء. تحكيم قضاء اليقاط البيضاء، يعني حاجه كده حلوه، يعني لو جربتوها بجد هتستمتعوا بالعمل في مجال التحكيم سواء كهيئات دفاع او بالنسبه لمنصه التحكيم الكريم. طبعا مش هنقدر للاسف نكمل الباقي اللي دي الوقت، وكان نفسي وانا وقت اكتر من كده، احنا كان متاح لينا ساعه بس اللي انا عايز اقول فيه اصلا بتاع حوالي 20 سلايد كمان كنا المفروض نتكلم عليه، بس اتاحت برضك الفرصه عشان زي ما انا افدتكم واستفاد منكم ان لو في مجموعه من الاسئله، شفتش حد بعت اسئله؟ مفيش اسئله؟ انا عارف حضرتك في حد تاني غير الواضح ان هم استمتعوا بالمحاضره.